الطبق الثالث ايه بقى؟ ايه حكايته؟ ولا حبة جندوبلي حلوين لطاف ليهم زبون كويس قوي في اكل السمك عامه، فهنعملهم بطريقه حلوه بحبه الكرفس والكرات دول مع حبه الجزر اللي كنا بنتكلم عليهم وحركهم من شويه، مع كمان بصلايه صغننه جدا لو حبينا. طب ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ يلا بينا. ما فيهاش تفاصيل كتير، عايز ابص بس على السمك بالمره واحنا شغالين نشوف ايه الاخبار. ما شاء الله السمك خلصان الصراحه، يعني انا مش شايف من وجهه نظري ما نزودش عليه تسويه اكتر من كده، هجيبه لحضراتكم بحيث ايه يبقى قدامنا واحنا شغالين نبص عليه. بسم الله اتفضلوا. بسم الله، ادي السمك في البيت معمول، ولا تقول لي بقى مطعم ولا شيف علاء ولا غيره، في البيت هتعملي احسن من اي حد في الدنيا بطريقه سهله جدا وسكه مختلفه، ما بقاش دايما متكرر. يعني انا ما حبيتش احط خلطه كتير بصراحه وازود، لا انا عايز اخلي الطبق يكون كده ايه سكه حلوه كده. طبعا حبه الرز هيبقى جنب السمك، حبه الشوربه احنا في القلاجه يعني. واتسألت النهارده وانا شغال بحركهم على الهوا يعني دلوقتي لسه يعني النهارده مرتين على موضوع التوميه. هي سهله ان اقولها ولكن الاسهل لما نجيب مقاديرها بحركهم دلوقتي ونعملها. فانا هعمل التوميه بحركهم بناء على طلباتكم بطريقه سهله ببسيط. عندي مايونيز، عندي زبادي، عندي راس توم، وهنشوف التفصيل عامله ازاي بس بعد ما خلص احنا بنتكلم فيه. طيب شوربه الجندوفلي ايه الموضوع؟ والله بمنتهى البساطه بسم الله الرحمن الرحيم، سنه زيت مش كتير للشوربه، هشوح فيها حاجتي واحده واحده على النار، وهنزل بالاول خالص بالبصل والخضره بتاعتي. ادي بصلايه حلوه الاول، بسم الله نيف نيف كده عشان ما ينفعش نخلي الحاجه تغمق مننا. ايه نيف نيف؟ تقعد تقولها كل شويه يا شيف، يعني ايه نيف نيف؟ يعني اللي هو سوتيه، ما خليش حاجه تبقى واخده مني لون غامق او واخده تسويه زياده عن اللزوم، عشان بفكر بعد ما اخلص تسويتي لو انا بعمل حاجه مثلا بالكريمه ما يطلعش حاجات غامقه على وش الكريمه فده مش صح، او لو انا بعملها كلير او شفافه زي ما حضراتكم شايفينها كده برده ما يطلعش حاجات صقننه مسمره كده شويه على وش المرقه، فطبعا الحاجات دي لازم نكون بنتكلم عنها. حبه الكرفس المفرومين وحبه الكرات جنبهم اهم ناعمين برده، يبقى الكرفس والكرات مع البصلايه على حسن الزيت، ما فيهوش اي حاجه خالص بالصعوبه ان شاء الله. طيب الجندوبلي هرجع تاني واكلم، لازما يتنقع شويه، بص المنظر لازما يتنقع شويه، النقع بتاعه ده يشيل اي شوائب، وحتى كمان بيبقى على الوش مش بس جوه، بيبقى هنا كمان في حاجات كده ولا كده لازما نركز فيها عشان الحاجه تتغسل صح. بعمل كده انا معلش يمكن انا شويه حسبكه زياده عن اللزوم، بس برضو لازم الحاجات دي تتنضف جدا لاني انا هشرب مرقه، فبالتالي عايز اظبط اموري. بص اعمل ايه في الليمون كمان، شوف خلي الحاجه كده تتعمل كده كويس واحده بواحده كده، تلاقي حتى الميه بص بدا لونها عامل ازاي. معلش الحاجات دي لازم اوضحها، لان لو عملناها على طول هنلاقي المشكله في البيت ان الحاجه زفره، ان المرقه مش متظبطه، لان ده داخل مرقه مش داخل طبيخ. يعني ايه برضه هعيد وازيد برضه في كلمه داخل مرقه؟ يعني هشرب مرقه، فالمرقه لازم تكون نظيفه 100%. حبه الخل وحبه الليمون مطهرين الدنيا وزي الفل، شايف المنظر؟ اروح واخد بعضي ورايح مصفي الميه دي وغسل من جديد برضه. كده وميه تاني نظيفه اهو. بص بعمل ايه؟ بص الميه بقى لونها عامل ازاي؟ بقت الطف من الاول، تاني مش مشكله. لازم الحاجه تبقى قدام عينيا وكانها كده اهو. تمام تمام. وبعدين يا شيف والله هنعمل حاجه حلوه جدا، نجيب الجزرايه تنزل معاهم بالمره. بدات تدبل زي ما انا عايز الجزرايه كده. هعمل لكم تركايه حلوه ان شاء الله تعجبكم كده. شوحهم برضو يدبلوا يدبلوا. ليه برضو يا شيف؟ عشان لو ما دبلوش دلوقتي لما انزل بالمرقه هيطلعوا على الوش كلهم لانهم لسه فريش، فده مش صح. فسيبة الزيت دي بتخليهم ياخد جزء من التسويه، وبعد كده هبدا هستغل ده وكانه بوكيه جرني. هو لما اجي اسلق اي حاجه حلوه عايز ريحه حلوه اعمل ايه؟ بجيب جزرايه، بصلايه، كرات. هو صح انا عملت نفس الكلام، ولكن سؤالنا انها كمان هاكلهم مش بس هيبقوا للسلق وخلاص. اول ما احس ان هما دبلوا مني كده شويه هصفي الميه دي على السريع. واشيل الليمون وهنزل على طول تشويحتين حلوين بقى هنا.
برضو يتقلبوا مع بعض شويه. بص بقى وانا بشتغل بعمل ايه، شوف بقى دي التكايه اللي بتكلم عليها، تاتش خالص صغنن كده يا شيف. انا عامل حسابي اني مش مزود زيت، انا برضو يعني حريص في الحته دي، عايز سند الخل دي تنزع الزفاره وتظبط لي برضو الدنيا وانا بشوح، حتى في المرقه بقى فيها كده، فاهم قصدي ايه؟ انا شميتها دلوقتي من قصدي عليه. ما اسكتش كمان، اسكت تاني؟ لا طبعا. ورقتين غار حلوين وحبايتين حبهان برضو حلوين، وممكن فلفل حصى، شايف الكلام اهو على كفه ايدي اهو كده، وقلب كويس حاجتي ثانيه بس كده، غطيها كده نشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي يبدا الحاجات المقفله تبدا تفتح، وانا عندي مرقه جمبري كمان فهبدا اوظفها عندي في الشوربه، فبالتالي هطلع ان شاء الله مرقه تكون طعمها حلو، وطلعه طبعا من قشر الجمبري مع كمان تفصيله الخضار، فاكيد عملنا تيست كويس وهو ده المطلوب. الرز عندي خلاص خلصان اهو يا فندم. حاضر. اه بص الملامح بدات عامله ازاي يا فندم، شوف ركز معايا كده، اه بص كده، بص ايه اللي بيحصل، شوف معانا يا فندم. في ريحه حلوه هنا، الريحه بتعبر لي بقى احنا مظبطين امورنا ولا لا. ايمان هاني صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كله زي الفل والله يا فندم، تحت امرك. الحمد لله. بسم الله. انا بتصل بس عشان كنت عايز اقول لحضرتك على بنتي. ايوه. كانت وهي صغيره من اول ما حضرتك بدات كانت دايما ما كانتش بتسكت في اي بروجرام خالص بيشتغل على التلفزيون، وكانت دايما بتعيط اول ما البروجرام بتاعك بيشتغل، كانت بتسكت وتفضل بصاله لحد ما يخلص كله. يا حبيبتي عندها كام سنه دلوقتي؟ ما شاء الله دلوقتي عندها 12 سنه. الله اكبر، ربنا يحميها، الله اكبر. عايز اقول لحضرتك لحد دلوقتي اول ما بتسمع البرنامج وتيجي تتفرج عليه وبدات تتعلم من حضرتك حاجات كمان. ما شاء الله ما شاء الله. يعتبر انت اللي مربيها يعني. لا ربنا يحفظها لك وتربي في عزك وعز باباها يا رب دايما. طب مش هنشوفها بقى الكلام ده ولا ايه بقى؟ ان شاء الله. مش هنشوفها؟ ربنا يحميها لك يا رب. انا بصراحه بقالي كتير عايز اقول لحضرتك على الموضوع ده، لان بصراحه ليك معزه خاصه عندنا يعني. الله يبارك في عمرك. بامانه بجد يعني. تسلمي يا فندم، ربنا يعزك. تسلمي. ربنا يحميها لك وتشوفيها عروسه يا رب كده ان شاء الله يا رب. وبجد يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ربنا يحفظها لك، وظبطي بس كده لو سمحت سجليها في بياناتها في الكنترول، ولازم تجي لنا ان شاء الله مسابقه ونشوفها ونحكي معاها مع القصه دي. انت مش اول حد يقول لي كده، ولكن هيبقى اول حد ان شاء الله ينورنا وتيجي معانا وتطبخ طبخه حلوه بقى كمان من الحاجات اللي هي اتعلمتها ان شاء الله. اتشرف. ربنا يحميها لك يا فندم. شكرا يا رب. صباح الفل. تسلمي يا فندم. الشوربه بقى اخبارها ايه يا شيف؟ والله يلا بينا نشوف الحكايه هنا اخبارها ايه. نجيب بس مغرفه كده. بسم الله. شوف كده يا فندم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المرقه عامله ازاي. انا بس بحب اطلع كل حاجه واحده واحده عشان يبقى بس واضحين. شوف المنظر. سنة زيت بسيطة، ما حطناش سمنة ولا زبدة ولا حاجة، سنة زيت واحنا بنشوح الخضار الحلو اللي قدام حضراتكم باين هو فريش ده. كل حاجة واضحة. كده يكون الامور وضحت، نطلع طبق الرز على طول. طبق السمك حضراتكم شفتوه منتهى البساطه، وهنا كمان شوربه الجندوفلي برضو في منتهى البساطه، عصره ليمون، وبالهنا والشفا لحضراتكم. كان معانا النهارده حبه شوربه في اللطافه، وكان معانا كمان سمكتين عملناه بطريقه مختلفه شويه، حبه رز بالخضار على ما اعتقد، والتوميه يعني عشان ما ننساهاش. اتمنى يكون الحلقه عجبت حضراتكم. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده. والسلام عليكم.